إذا كانت جماعة مسافرة وأدركتهم صلاة الظهر مثلا في مدينة في الطريق، وتقدم أحد المسافرين وبعد أن صلى ركعة أحدث في صلاته وخرج وتقدم إمام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين؟ أي يكملوا صلاتهم أم يقصروا؟ يقصروا الخليفة يصلي بهم أربعة، يصلي بهم أربعة ويكتب معهم، لأن المأموم تبع الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر يصلي خلف إمام فيصلي أربعا خلف إمام مقيم. قال ابن عباس لما سئل عن هذا، عن الناس يصلون خلف الإمام أربعا فيصلوا في رحالهم وهم مسافرون صلوا اثنتين، قال هكذا السنة. والصحابة لما أتم عثمان أتموا معه وصلوا أربعا. هؤلاء الذين أحدث إمامهم وتقدم واحد منهم وكمل بهم يصلون معه أربعا، وإذا ابتدأ بهم من أول الصلاة كما قال أحد من العلم ابتدأ بهم صلى من أربعا صلى معه أربعا، وإن بنى على الأولى وصلى ثلاثا صلى معه ثلاثا وكملوا معه. لكن النية اختلفت لأنه كان ينمون القصر مثلا. ولا ما يقصر. ثم معه. هذا جد بهم ما أرجو. أيوة. جد بهم ما أرجو. مثل اللي في سفينة. أيوة. أو في طائرة. كبر ناوي صلاة المسافر فنزلت في بلاد الطائرة. أيوة. فصار من أهل البلد كم مرة.